بدعوى من القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، وبالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية، عقدت جلسة نقاش وحوار لمناقشة التبعات المترتبة على زيادة الضريبة الجمركية على السلع والبضائع المستوردة للسوق الفلسطينية بنسبة 35%. أعتقد أن هذا يأتي في إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في إطار تخبط وارتباك لهذه القرارات والتي تمس الفئات الفقيرة والمحرومة، بدل من أن يكون هناك ذهاب باتجاه تثبيت صمود الناس فوق أرضهم. نحن ندعو إلى اقتصاد صمود ومقاومة، وإلى توفير شبكة أمان اجتماعي لهذه الفئات الفقيرة حتى تبقى منغرسة في أرضها لمواجهة المخطط الاحتلالي. إذا نجحت الحكومة بحوارها مع باقي الأطراف، سواء المنتجين الصناعيين أو المستهلكين أو النقابات والمجتمع المدني والأحزاب والمستوردين، في أنها فعلا تحدد السلع اللي لازم ينفرض عليها ضرائب جديدة، رسوم جمركية جديدة، وتحددنا النسب معقولة لأنه الحد الأقصى 35%. وهذه السلع كانت فعلا توفر شرطين: شرط أنه ما تضرب الفئة المهمشة واستهلاكهم وقدرتهم على الاستهلاك، والشرط الثاني فعلا أن يكون هناك صناعة وطنية ستستفيد من هذا المنع. القرار الحكومي برفع الضريبة على البضائع المستوردة للسوق المحلية انقسمت الآراء حوله، فالبعض رأى فيه مزيدا من العبء على قدرة المواطن الشرائية، والبعض الآخر رأى فيه حماية للمنتج الوطني. كما صدر في البداية كان قرار مجحفا غير مدروس ارتجالي. عندما قامت الحكومة بتعديل هذا القرار ووضع بعض المقيدات له، أنا أظن ضرره خف كثير، وربما هذا يعني يفتح المجال للنقاش لتعديله بعض الشيء. هناك متضررين كثر، المواطن العادي لن يستطيع أن يشتري أو يحصل على سلع في متناول اليد، وستصبح هذه السلع غالية الثمن عليه في الوقت الذي يحتاج أن يكون هناك بضاعة في متناول يده. وفيما اختلفت الآراء إزاء قرار رفع الضريبة، فإن مراقبين يرون أن السوق المحلية بدت اليوم بحاجة للترتيب، بخاصة وأن الرقابة على المنتجات الموجودة فيها لا تزال ضعيفة. راما يوسف، تلفزيون وطن.